اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معاكم من خلال الاهلي الليله. وفي بدايه هذا الحوار نرحب بالمدير الفني لفريق المنزله ولاعب النادي الاهلي سابقا الكابتن شمس حامد. مساء الخير يا كابتن شمس، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ محمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الناس اللي بيسمعونا ويشوفونا ان شاء الله. كابتن شمس، مباراه المقاولون العرب، مش هنتكلم على اللي فات، هنتكلم على الفتره اللي جايه ان شاء الله، اللي فيها تفاؤل كبير بانه هيبقى في تعديل سريع جدا للكثير من الامور المتعلقه بكره القدم. رايك ايه؟ هو طبعا بدون شك ان المرحله اللي فاتت كانت مرحله سيئه جدا ومرحله يشوبها غموض كتير ممكن نتكلم فيه بعدين، لكن هو في ان دايما اقول ان النادي الاهلي طبعا بيرجع بسرعه، ودي مش يعني دي سمه العظماء، يعني انه لما بيقع ما بيطولش في الوقعه، وانه لما بيعيا برضه ما بيطولش في العيا، لكن الاهلي قادر برجالته بجهازه الفني بادارته انه يرجع في اسرع مما تتخيل ان شاء الله. وانا بقولها صريحه للنادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي بطل الدوري السنه دي، ومستعد اتراهن مع اي حد على اي حاجه. متفائل ان النادي الاهلي هيعمل تعويض سريع للنقاط، هو لسه في موقف جيد لكن عنده مؤجلات، يعني الموقف طبعا. النهارده نظريا احنا لسه الحسابات بتقول ان النادي الاهلي موقفه يعني فرصه عاليه جدا في البطوله، لانه لسه عنده كم كبير من المؤجلات طبعا. ولكن الناس لسه بتقول ما نستبقش الاحداث، لان النادي الاهلي عنده تحدي صعب جدا، الا وهو انه يحصل النقاط الخاصه بالمؤجلات، وهتبقى في وقت مضغوط جدا في الفتره الجايه. راي حضرتك؟ هو انا عايز اقول لحضرتك ان النادي الاهلي دايما بمن حضر. النادي الاهلي في لعيبه كتيره جدا 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 على مستوى عالي جدا، عندنا قطاع ناشئين المفروض ان هو على مستوى عالي جدا، بيقدر النادي الاهلي في اي وقت يستعين باي حد في اي مكان يحتاجه. الفتره اللي جايه طبعا هتحتاج سيكل يعني تعامل نفسي جيد جدا بالظبط، سيكل اناس الانالسز يعني اللي هو المساعد نفسي. طبعا دي اكيد الكابتن سعد عبد الحفيظ متمرس ورجع في مكان انا اعتقد ان هو مكانه، يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع الجهاز الفني المؤقت. انت عارف ان محمد يوسف طبعا خد بينا بطوله، يعني بطوله افريقيا يعني، فمحمد يوسف مدير فني على درجه عاليه من الكفاءه، انا متفائل بيه جدا. وفي المرحله اللي جايه محمد مع السيد في المرحله الجايه من الناحيه النفسيه، مع طبعا توجيهات المجلس الاداره مع الكابتن بيبو، حتى نقول له الحمد لله على السلامه، برضو دي هتدي برضو مؤشر كويس قوي للولاد ان هم يكونوا نفسيا مرتاحين اكتر شويه. يعني ده كله هتلاقي النادي الاهلي رجع بسرعه، لان انت لما تشوف قائمه النادي الاهلي انا مش شايف ان في مصر احسن منهم يعني. فهي الفتره اللي جايه هتبقى نفسيا اكتر من ان هي فنيا او بدنيا. ليه الناس يعني بتركز على موضوع ان النادي الاهلي محتاج شخص متخصص او طبيب متخصص في الجوانب النفسيه، فكره سايكايترست او محلل نفسي للاعبين، او في ناس بتقول يا جماعه انتوا ليه بتعقدوا الامور قوي كده، دي كبوه والتعامل معها لازم يكون فنيا، وفي ناس بتقول لا ده اصبح علم والعالم كله بيشتغل كده، وفي الفترات الصعبه لابد من وجود هذا التخصص لانه بيساعد على تجاوز المرحله. شايف الاشكاليه دي ازاي؟ طبعا هو يعني هو مش وليده النهارده، انا كنت ماسك بني عبيد في 2010 وكان معايا دكتور نفساني، يعني هو كان زميل وبيساعده، احنا بنساعده هو بيساعدنا، والنادي الاهلي كان لازم يكون فيه دكتور نفساني، لان ده موضوع مهم جدا جدا جدا. يعني الفتره اللي جايه ما هياش محتاجه انك انت كنت كسبان الترجي هنا 3-1، وخلال 4 ايام خسرت 3، فهي فين الفني وفين البدني؟ وهنا السؤال يا كابتن شمس، اي حد بيسمع حضرتك دلوقتي هيبقى عايز يسال وجهه نظرك ووجهه نظر من يتفق معك في اهميه وجود طبيب نفسي، ما الذي يمكن ان يضيفه للفريق بخلاف شغل الجهاز الفني، او الحاجه اللي هي مش هيقدر يقدمها للفريق الجهاز الفني؟ يعني انا من وجهه نظري المتواضعه ان لازم اللعيبه لازم تفهم ان ده النادي الاهلي، يعني كل اللعيبه لازم تفهم ان ده النادي الاهلي، نادي بطولات، ونادي يعني لو ريح شويه يبقى شويه بسيطه جدا، ما يريحش قوي. لازم اللعيبه تبقى عندها الاحساس ده، لازم اللعيبه تكون تربت على كده. علشان كده انا كنت دايما بطالب ان ما نجيبش لعيبه كتير قوي محترفين من بره، يعني زي ما الكابتن صلاح الله يرحمه يقول 2-3-4 بالكتير قوي نجيبهم من بره، وسط اللي عايشين اجواء النادي الاهلي بالظبط كده. احنا اصلا انت ما تعرفش احنا تربينا ازاي في الناشئين، احنا ما ينفعش حاجه اسمها نخسر، ما ينفعش حاجه اسمها تتعب في الملعب. يعني كان دايما الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه ابو الناشئين كان يقول اول ما تتعب
بص للفالنة، شوف انت لابس فالنة لونها ايه، حتى نفسك بتجري لوحدك فعلا. احنا يعني طبعا مقولة احنا كنا بنعمل كده فعلا. فدي دي امور مهمة لازم اللعيبة تعرفها، لازم اللعيبة تعرفها. عشان كده برضو انا بلوم على الـ 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 طب سؤال صعب شوية او صريح شوية، بلاش الاسئلة الصعبة عشان الامتحان. هل هي بقت مشكلة في القادمين من خارج النادي الاهلي بس ان لسه بياخدوا وقت او مش متاقلمين على روح الفانيلا الحمراء وعلى بالزبط. المبادئ اللي حضرتك بتتكلم عنها يعني اتزرعت جوه ناشئين الاهلي من صغرهم، ولا كمان بقت في الجيل ده حتى اللي طالع من مراحل الناشئين في النادي الاهلي الاجيال اتغيرت وما بقاش عندهم الثقافه دي بصراحه؟ يعني انا اشتغلت في النادي الاهلي 2006 ل 2008 2009 لا زي ما هم، لكن فترة من 2009 لغاية النهاردة أنا ما أعرفش، لكن إحنا زي ما هم، زي ما هم بإحساسهم بنوصل إحساسنا، بإحساسنا بنوصله لهم الفكرة دي بنوصلها لهم، اللي اتعلمناه ده بنعلمه لهم كنا. لكن الفترة اللي فاتت دي أنا ما أعرفش، لكن أعتقد برضو اللي بعد جايين بعد مني أكيد هيبقوا عارفين كده الكلام ده وأكيد بيوصلوا لأولاد. يعني هل حضرتك شايف إن إحنا لسه في الجيل الحالي نجوم الفريق أكيد. الأول اللي طالعين من ناشئين وشباب الأهلي عندهم الميزة دي مقارنة بالقادم من خارج النادي؟ أكيد 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 لحد دلوقتي لغاية النهاردة أكيد. هل حضرتك شايف ان ده امر لفت نظر المسؤولين في النادي في مقدمتهم الكابتن الخطيب عشان كده اتكلم كلام كتير جدا في الفتره اللي فاتت ومهم عن فكره الاهتمام باكاديميات الاهلي، الاهتمام بقطاع الناشئين، الاهتمام بان انا اطلع اولاد النادي الاهلي واوصلهم الفيرست تيم، ان ده له تاثير كبير على طبعا الفريق. ده الاساس، انت لما يبقى عندك قاعده كويسه هتبقى عندك القمه مرتفعه وثابته صلبه وهتدوم، يعني وصولك للقمه هيدوم، يعني هو الوصول للقمه صعب لكن البقاء عليه اصعب، لكن انت لما يبقى عندك قاعده سليمه وعندك قاعده ناشئين عاليه جدا يبقى وجودك وصولك للقمه هيبقى سهل، وانك تستقر فوق فتره طويله هيبقى برضو سهل. فانا اتمنى ان يكون المرحله دي ان اللعيبه الناشئين وصلها للمرحله دي ووصلها للفكره دي، واتمنى كمان ان الاولاد اللي بيلعبوا النهارده في الفريق الاول اللي جايين من بره ان يكونوا تاقلموا على كده وتعلموا كده وشافوا كده يعني. فدي ان شاء الله في الفتره اللي جايه انا متفائل بها جدا 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 ان شاء الله. طيب هنتكلم عن العوامل الفنيه اللي حضرتك شايفها والبدنيه والنفسيه والذهنيه اللي شايفها ضروريه جدا لمباراه بكره ان شاء الله، انطلاقه الاهلي بعد توقفه عن المشاركه في الدوري لاسباب طبعا تتعلق بمشاركاته الدوليه طبعا. عربيا وافريقيا، اول انطلاقه شايفها ازاي، تاثيرها اعلاميا وجماهيريا وعلى الفريق نفسه ومتطلبات مباراه المقاولون غدا؟ بص حضرتك انا هتطرق قبل المباراه دي لاول السنه اللي يعني لاخر السنه اللي فاتت مع الكابتن حسام البدري. انا شايف ان كان في غلطه شديده جدا 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 ارتكبها الكابتن حسام البدري، ممكن ما اقصدش طبعا لكن دي من وجهه نظر برضو المتواضعه، ان الكابتن حسام البدري خد الدوري قبل ما يخلص بسبع اسابيع. كان مهم جدا جدا ان هو يعمل في الفتره السبع مباريات الاخاره دول يعمل فتره حاجه اسمها الروتيشن للعيبه، اللعيبه تريح اللي لعبت واستهلكت طول السنه بقى لهم 3 سنين بيلعبوا ما عندهمش فتره راحه، سواء بيلعبوا مع النادي محلي وافريقي وعربي وبيلعبوا مع المنتخب، كان المفروض ان هم ياخدوا راحه ويبتدي يلعب اللعيبه الكتير قوي اللي عندنا اللي جايبهم من بره دول اللي ما بيلعبوش خالص. فدي غلطه كبيره ارتكبها الكابتن حسام انا من وجهه نظري المتواضعه، يعني ان هنا حضرتك بتقول انه كان لابد من وجهه نظرك ان كابتن حسام البدري يدفع بكل العناصر ويجهز كل اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا طالما البطوله اتحسمت. بالظبط كده. طيب الناحيه الثانيه اللي كان الراي الثاني اللي بيمثل توجه كابتن حسام في المرحله دي لما قالوا ان احنا بنعمل ارقام قياسيه لينا وللنادي كجهاز فني في فارق نقاط، في عدد نقاط هنصل اليها مع ختام الدوري، في فارق عن المنافسين، في حسم الدوري باسابيع مبكره، في كل شيء. بتختلف ولا تتفق معاهم؟ لا اختلف. ده مش نظام احتراف، ده نظام هواه. يعني ان انا اعمل عايز اكسب الزمالك 6 والزمالك ياخد الدوري، لا طبعا. ان الشغل الشاغل ان البطوله، ايه الهدف؟ انك تاخد بطوله. خدت البطوله خلاص يبقى في هدف تاني بقى، الهدف التاني انك تاخد البطوله السنه اللي جايه، يبقى لازم اللعيبه دي ترتاح للسنه اللي جايه. انت عندك بطوله تانيه افريقيا، انت عندك الكابتن حسام لعب 4-5 ماتشات في نهايه السنه خسرهم، خسر من الزمالك وخسر من الزمالك وكامبالا سيتي والاسيوطي وتعادل مع الترجي. يعني كان في تعادلات تعادلات وخساره، فدي على مستوى كل البطولات مش بس في الدوري. بالظبط كده. فهو كان المفروض ان تفكر بشويه فكر احترافي، انت ماسك النادي الاهلي وانت طبعا الكابتن حسام مدرب على درجه عاليه من الكفاءه يعني،
لكن التفكير ايه الريكورد يعني؟ ايه يعني لما اخذ البطوله وفرق 18 بونت ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله واخد البطوله فرق بونتين؟ ما نفسنا من السنين النادي الاهلي كان متاخر على الزمالك 12 نقطه ايام ما كان الدوري الماتش بنقطتين، والدور الثاني حصلنا الزمالك الحمد لله وكسبنا البطوله فرق نقطتين. ايه الفرق؟ ايه المشكله يعني؟ كابتن شمس حضرتك بتقول هنا انه ضروري في اي مرحله لاي جهاز فني بعيدا عن الاشخاص والاسماء طبعا، انه بشكل عام النادي الاهلي محتاج لما يبقى عنده مباراه هي تحصيل حاصل رسميا بالنسبه له وليس لها تاثير على مشواره في اي بطوله، انه يجهز اكبر عدد ويشرك اكبر عدد من اللاعبين للمرحله اللي جايه. اولا يبقى عندك هتعمل حاجتين، اول حاجه انك بتريح اللعيبه اللي استهلكت، تاني حاجه انك بتشوف اللعيبه اللي قاعده بره دي، اللعيبه دي هل صدت، هل الكالتشر ثقافتها بتاعت النادي الاهلي تلعب في النادي الاهلي لازم تاخد فرصتها كمان يعني. هل لما تيجي تستعين بيه في اي وقت هتلاقيه هيضرب كم عصفور بحجر واحد؟ لكن ان هو عايز يعمل ريكورد ان هو ياخد البطوله بسبع ثمان ماتشات، ايه الفرق؟ طيب كابتن شمس، مباراة المقاولون غدا ازاي ممكن تكون مختلفة فنيا في طبيعة الأداء وتكون انطلاقة حقيقية؟ ازاي كابتن يوسف بما له من قدرات بنثق فيها مع الجهاز كله مع كابتن سيد عبد الحفيظ كل المجموعة اللي بنثق قدراتها، ازاي تقدر في المدى الزمني القصير جدا ده تعمل نقلة كبيرة للأفضل قبل مباراة المقاولين؟ بص حضرتك، مباراة المقاولين احنا اتفقنا ان احنا محتاجين ان هم يتعاملوا الولاد نفسيين شويه. التمرين مش صعب يعني، التمرين بيتمرنوا في اي وقت وممكن ما يتمرنوش خالص حتى، لكن لازم يتفرجوا على ماتشات ويتفرجوا على نفسهم ويشوفوا ويتعاملوا نفسيا كويس. لكن انا المباراه اللي جايه دي بالنسبه لمحمد يوسف وسيد عبد الحفيظ مباراه انا اعتقد ان هي عنق زجاجه. ليه؟ لان نادي المقاولين في الفتره اللي فاتت مع الكابتن حمدي مع الكابتن نحاس حالة الفريق بشكل عام جيدة جدا يعني. المولين في الفترة اللي فاتت غيروا المدرب، جابوا الكابتن عماد النحاس. الكابتن عماد النحاس عمل حالة جميلة جدا في نادي المولين، لعب أربع مباريات اتعادل مباراة وكسب ثلاثة. الحالة النفسية منتعشة، عالي جدا فنيا، في حالة جميلة جدا. عنده عناصر مهمة جدا كويسة وعالية، عنده أربع خمس ست عناصر في الفرقة يعني. الفرقة لما يبقى فيها ثلاثة وأربعة حلوين بتبقى كويس، دي عنده خمس ست عناصر كويسين في الفرقة. فمباراة بالنسبة للنادي الأهلي هتبقى مباراة صعبة بس مش مستحيلة طبعا. النادي عماد النحاس برضو هيبقى عنده عماد النحاس دي بتهيألي المباراة الستة اللي قابل فيها النادي الأهلي على مر حياته كمدير فني. لم يفز ولا مرة كمدير فني على النادي بالظبط كده يعني. كان ماسك الأسوان برضو ما مسكش، ما كسبناش. كان ماسك اسمه الرجاء ما كسبناش. كان ماسك طنطا ما كسبناش، خسر يعني كل المباريات اللي قابل فيها الأهلي خسر. فبالنسبة له كمان هتبقى بالنسبة لكابتن عماد يعني نفسيا لازم عايز يبقى يجهز لها برضو. هي الارقام بتؤيد كلامك كابتن شمس عن كابتن عماد النحاس انه ماشي بشكل كويس قوي مع المقاولين، لانه حقق نقاط يعني 3 فوز وتعادل بالزبط. من 4 مباريات 10 نقط من 12 نقطه، وحسن مركز المقاولون العرب الى المركز الثامن من المركز الاخير. يعني المؤشرات ايجابيه، ونتوقع ان المقاولون هيبقى عنده طموح ومنافس قوي للاهلي في هذه المباراه طبعا حسب مؤشراتهم الاخيره. طبعا من حقه ان هو يبقى عنده الطموح. لكن بقى تيجي النادي الاهلي، النادي الاهلي برضه يعني اسم النادي الاهلي وكلمه النادي الاهلي في حد ذاتها لازم اللي يكون جواها لازم يبقى عارف يعني ايه قيمه النادي. طيب خلينا نستعرض بشكل عملي معاك يا كابتن شمس الاسماء اللي موجوده عندنا. طبعا غيابات مؤثره عايزين تعليق من حضرتك عليها، ازارو، محمد هاني، احمد فتحي، ما زال غيابات كبيره لسه موجوده في الفريق، اجاييه، معلول، يعني نجوم كبار مؤثرين في الفريق غايبين عن هذه المباراه، ولكن الاوراق المتاحه امام الجهاز الفني هنتكلم عنها وفقا للقائمه اللي اعلنها كابتن محمد يوسف وال20 اسم اللي موجودين. هل شايفهم بيدوا الوفره والاختيارات الفنيه والتنويع في الاختيارات الفنيه المتاحه امام الجهاز الفني عشان يؤدي بالشكل الذي يريده في هذه المباراه ولا لا؟ حضرتك لو سالتني السؤال بطريقه تانية، ايه اللي ناقص للنادي الاهلي علشان يرجع النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي؟ اقول لك مش ناقص حاجه. مش ايه اللعيبه اللي ناقصه؟ اقول لك مش ناقص حاجه. انت لازم تجيب حد جنب بس ديفندر، جنب حسام عاشور، وهتجيب واحد مساك بس. لكن النادي الاهلي فيه كميه لعيبه وعناصر عاليه جدا يعني. انت حتى مع وجود عدد من المصابين مش هيشارك، حتى المصابين اللي مش هيشارك المجموعه اللي متاحه امام الجهاز الفني. انت عندك
برضو كنت نقطة كنت عايز برضو أتوصل يعني أتطرق إليها. يعني إحنا عندنا لما بنيجي في نادي الأهلي بنعاقب، يعني حد لما بيجي يعاقب حد بيموته ولا عقاب بس شد ودن. أنا عندك ناصر ماهر، ناصر ماهر أخطأ إنه رأس راح لعب، لكن عقابه يبقى إيه؟ عقابه يبقى يقعد الفترة الطويلة دي كلها على الدكة وما يبقاش متواجد. تحتاجه أنت دلوقتي في فترة أنت محتاج دلوقتي تقول له انزل، وهو الراجل ما بيلعبش ونفسيا محطمه وبتمرنه بس. فأنت عندك برضو هيدخل برضو معاك ناصر ماهر، احمد حمدي، مؤمن زكريا. لسه احمد حمدي بيتم تجهيزه مع مجموعه من اللاعبين، وحمودي اللي موجود في المباراه دي، ناصر ماهر، كريم ندفد، اكرم توفيق، محمد شريف، صلاح محسن، احمد الشيخ، ميدو جابر، صبري رحيل، باسم علي، كوليبالي، سعد سمير، مروان محسن، اسلام محارب، ايمن اشرف، حسام عاشور، وحراس المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي طبعا لغياب كمان الشناوي. عندك دكه يعني دكه غير عاديه، يعني عندك لعيبه احسن من احسن لعيبه في مصر، انت عندك لعيبه والاغلى في مصر، يعني اللي قاعدين بره على الدكه واللي في الملعب. فانت مش محتاج، انا زي ما قلت لحضرتك انت فنيا مش محتاج، انت عندك لعيبه عاليه جدا وعلى مستوى عالي حتى لما بتلعبش، لعيبه عاليه جدا واخد بالك. بس هو زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي بما حضر، النادي الاهلي قادر بالمنطق بالاسماء اللي موجوده عندنا بقيمتهم، بقيمتهم مش بالكلام يعني، قيمتهم يعني ناصر ماهر ومؤمن زكريا واحمد حمدي وحضرتك ومحسن وكل الناس دي لعيبه يعني غير عاديه ولعيبه مستوى عالي جدا. يعني حضرتك مع الاراء اللي بتقول ان النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت الجهاز الفني السابق كان لا يدير او لا يستفيد بكل الطاقات الموجوده كما ينبغي، بالزبط. ان في طاقات كانت مهدره بالظبط، مش الجهاز الفني اللي فات بس، لا الجهاز من اول كابتن حسام، من اول كابتن حسام البدري، وبعدين رجعت للكابتن كارتيرون. مع ان انا من الناس اللي بقول ان هو مدرب كويس، لكن الفكره بتاعه اللعيبه اللي بتقعد بره وما بيعملهاش روتيشن وما بتعملش روتيشن واللعيب بيلعب واللعيب بيرتاح، دي مع ان انت عندك لعيبه جامده، اللعيبه اللي بره لعيبه عاليه جدا واخد بحضرتك، هي دي مشكله اللي كانت النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وحست بان في حسينا الناس كلها حست ان في فجوه او في دروب. لا يعني الحاجات اللي فيه متميه وجماهيريه، الاسماء اللي فيه مطالبه بانها ترجع للمشاركه وانها يعني تتم الاستفاده بيها وتبقى دايما التوب فورم جاهزه عشان لو طلبنا نزول هذا الاسم او ذاك في قمه عطائه في الملعب. احمد حمدي، الشيخ، مؤمن زكريا، حسب طبعا كل لاعب له حاله، وفي من هو معاقب وفي من هو مخطئ يعني، لكن اللاعب اللي القواعد تسمح وفقا لسياسات النادي الاهلي انه يشارك، انه بس كانت رؤيه فنيه للجهاز انه ما بيشتركش او ما بيشركوش حتى في المباريات الوديه. حضرتك شايف الاسماء دي ممكن تعمل فرق؟ احمد حمدي والشيخ وناصر ماهر ممكن مع المجموعه اللي طالعه. ناصر ماهر من وجهه نظري احسن بلاي ميكر في مصر. يعني انت عندك ناصر، عندك محمد اسمه محسن، صلاح محسن، صلاح محسن من احسن، لا صلاح محسن اصبح خلاص يعني مش من العناصر يعني اصبح عنصر مؤثر جدا في الفريق، بقى من النجوم الاساسيه، ما كانش بيلعب وبيلعب 10 دقائق وربع ساعه لو لعب. طب ليه؟ طيب مؤمن زكريا، مؤمن زكريا احنا شفنا مؤمن زكريا ماشي مثلا، نفترض ان هو لما ما اتفقش هو ماشي. طيب مؤمن زكريا لسه لغايه النهارده معاك. طب احنا شفنا كريستيانو رونالدو لغايه اخر دقيقه كان بيلعب في ريال مدريد وماشي، وهو ماشي ايه المشكله؟ نستفيد منه لغايه اخر ثانيه ويمشي براحته. واحنا عندنا مكان. طب هل احنا بنتسرع احيانا اعلاميا وجماهيريا في اننا نكثر او نبالغ في الاشاده بلاعب لسه صاعد وبيتالق مباراه او اثنين او ثلاثه، فده بيضر اللاعب او يبقى له تاثير سلبي عليه مع ادائه في اول مباريات له مع الفريق الاول؟ مش ده مش لعيب النادي الاهلي، مش ده اللي يعمل كده، اللي يعني لو خد لعيب خد جرعه زياده زي ما عند حضرتك بتفضل وتقول، يبقى ده مش لعيب النادي الاهلي، لا يصلح انه يلعب في النادي الاهلي. وما اعتقدش لو اثرت على مستوى، لو اثرت على مستوى طبعا يبقى هو لا يصلح يلعب في النادي الاهلي، وده مش ثقافتنا ومش تربيتنا. لكن اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يقدر يستوعب كل الكلام ده ويرميه ورا ظهره. يعني العناصر الموجوده كان شمس، لو اتكلمنا عن انه في عناصر تقدر تملى الفراغ الناتج عن غياب مجموعه كبيره من اصحاب الخبرات في الفريق، سواء الخبرات الدوليه زي احمد فتحي، المحترفين كلهم غابوا لاسباب الايقاف او الاصابه في الفتره اللي فاتت، مع يعني الوحيد اللي كان باقي منهم في الملعب سليف كوليبالي في مباراه النهائي على سبيل المثال، فضلا عن اسماء تانية، يعني اسماء تانية ما كانتش جاهزه وما كانتش بتشارك، هل البديل قادر انه يملى الفراغ ده؟ لان الناس كانت تساؤلها دايما هل عندي البديل الجاهز ولا انا محتاج اعيد النظر في فرق الشباب وان في عناصر ممكن تضيف للفريق الاول في الفتره الجايه؟ لا طبعا، البديل اللي موجود في القائمه يسمح بان احنا نأدي بنفس المستوى، نأدي بنفس المستوى والوقت طويل لونج تايم. وكمان القطاع تحت المفروض كمان انه يسمح
انه يطلع. يعني احنا كنا انا فاكر ايام الكابتن حسن كان مدير كوره، كان اللعيبه الاساسيه بتلعب مباراه رسمي، كان تاني يوم على طول اللعيبه اللي ما بتلعبش على اللعيبه من الناشئين الاحسن في اماكنها في الناشئين بتطلع ويعملوا مع بعض ميكس ويلعبوا مباراه وديه جامده على نفس المستوى عشان يبقى اللي بره زي اللي جوه بالظبط. ده لعب مباراه، ده لعب مباراه. حتى في الماديات كمان ما يبقاش في فجوه كبيره في الماديات. ده لعب مباراه رسمي خد مبلغ وقدر، ده لعب مباراه وديه خد مبلغ برضه وقدر، ما يبقاش في فرق كبير. فكان انا اعتقد ان الموضوع المفروض ده يكون موجود. يعني هتقول لي دلوقتي ان دلوقتي انت داخل على مرحله ان كل 3 ايام هتلعب ماتش، يبقى انت محتاج للروتيشن، محتاج انك تلعب اللعيبه دي الماتش ده يلعب ده الماتش اللي بعديه، ده يلعب ده الماتش اللي بعديه زي ما كنا بنعمل مع الاجوان. بس هل تاريخ الاهلي بيقول كده كابتن شمس، ولا كنتوا بتبقوا مجموعه اساسيه في الملعب مع الاستعانه بثلاثه اربعه بره ال11 يتم الاستعانه بيهم؟ طب ارجعك الذاكره لسنه 86 لما النادي الاهلي معظم اللعيبه عملت اضراب، وكان عندنا 11 لعيب في منتخب مصر كانوا بيلعبوا في منتخب مصر، وكانوا عاملين معسكر في اسبانيا، وكانوا هيقابلوا المغرب فعملوا معسكر في اسبانيا، وعمل 18 لعيب عملوا اضراب، والنادي الاهلي طلع فرقتين من تحت عمل بيهم ميكس، فرقته وفرقه الكابتن حسام البدري، وكسبنا حسام حسن، وكسبنا كسبنا 3 ماتشات مش ماتش. كسبنا الزمالك كانت اول مباراه 3-2، كسبنا الترسانه كسبناه 1-0، انا اللي جايب الجول بتاع الترسانه، كسبنا الاسماعيلي 1-0 وخدنا كاس مصر. 3 ماتشات ورا بعض. لو احنا بقى ما احناش قد ان احنا المسؤوليه الضغط والضغط العصبي ولاعيبه صغيره وبتلعب فرقه النادي الاهلي، والتاريخ مش هيرحم. لو الزمالك كان كسبنا 5-6 التاريخ مش هيقول انه كان بالناشئين، لا كسب هي الزمالك هتسجل كده خلاص نتيجه المباراه. فانا عايز اقول لك التاريخ بيقول لا، اللعيبه دي تقدر. يعني هنا حضرتك بتوجه كمان رساله للعيبه 18 و20 سنه في الاهلي ان انتوا دايما قريبين من المشاركه في اي وقت، والفرصه انتوا هتكون عندكم فرصه قريبه للمشاركه، ولازم تبقوا على قد المسؤوليه وقد الفرصه. بالظبط كده، اول ما تيجي الفرصه تحسس الناس ان انت فعلا تحت منسي، لازم تطلع ولازم تبقى قد المسؤوليه، وتبقى انت ابن النادي الاهلي وتبقى لعيب في النادي الاهلي، لان لعيب النادي الاهلي مش زي اللعيبه العاديين، لانه لعيب بيلعب دولي ولعيب بيلعب محلي افريقي ولعيب بيلعب لا اللعيب الاهلي حاجه ثانيه خالص. كابتن شمس كمان في مقولات لعدد من نجوم الفريق الكبار السابقين زي كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف عبد المنعم بيقول يا جماعه ما تعتبروش ان اللاعب اللي عنده 18 سنه ده لاعب صغير. طبعا انتوا لازم تعرفوا ان احنا 18 سنه دي كنا بنلعب اللي بياخد فرصته في الفريق الاول بيتمسك بيها وما بيسيبش الفرصه. وانه بيقول كمان ان كان في مقولات، يعني كلمه للراحل الكبير الكابتن صالح سليم كان بيقول ما تنتظرش لعيب يعدي ال 20 سنه 21 سنه وما لعبش واثبت مكانه في الفريق الاول، ما تستناش منه حاجه بعد كده. ده صحيح. يعني ان ده سن لازم ننظر له بشكل مختلف. ده صحيح. ده كان هاجسنا، يعني ان انا اوصل فرقه ال 20 سنه، ما اقدرش اوصل فرقه ال 20 سنه، فرقه ال 20 سنه دي المقبره خلاص. كنا دايما احنا لعبنا من 16 و17 فريق اول. تبداوا تروحوا للفريق. كابتن شريف برضو كان من احسن اللعيبه في ناحيه الشمال في مصر. لعب برضو 18 سنه قال كنت خلاص بلعب درجه اولى يعني او 17. احنا كنا بنطلع على طول نلعب وننزل ونطلع وننزل ونطلع، وبعدين لغايه لما طلعنا خالص. الكابتن طاهر ابو زيد لعب 16 سنه بالكثير او 16 سنه ونص. لا اللعيبه طفرات يعني، فهو اللعيب اللي يوصل 18 سنه خلاص. عشان كده بنقول ان الناس اللي بتدير الكوره في مصر، اللعيب اللي يبقى عنده 18 سنه وما لعبش فريق اول لازم تسيبه، ما فيش حاجه اسمها بطوله 20 سنه. لازم تسيبه عشان يروح يلعب في فرق تانية، علشان طالما مش محتاج لجوه، طالما انت مش محتاجه وما لا انت طالما ما طلعتوش يبقى انت مش محتاجه، يبقى اللي عندك احسن منه، خلاص سيبه يمشي. لما يمشي هيروح اي حته تانية هيبقى كويس وهيلعب زي ما احنا بنسيب اللعيبه. اللي هي فكره الاعاره، حتى فكره الاعاره او تسيبه خالص. يعني ما هو فكره الاعاره جايه من هنا برضو، ان هنا هيبقى مستوى الكره في مصر هيعلى، اللعيبه تبقى كتير، لعيبه كويسين هتلعب هنا وتلعب هنا، بدل ما قاعد عندي 20 سنه 21 سنه ما بيلعبش 3 4 مواسم خلاص، لعيب كويس، لعيب الكيرف بتاعه بالظبط، ولعيب كويس ممكن يظهر في اي حته، ممكن يلعب منتخب مصر. طب ليه حضرتك بتقول بيع نهائي اذا كانت الانديه عندها فرصه ان انا اعير لاعب سنه او 6 شهور او سنتين حسب قواعد الاعاره، وان انا استفيد بجهود اللاعب ده لو شفت انه بدا يعلى في الملعب؟ تمام. وانت حضرتك لو بعته، ما هو بعد 3 سنين هو حر. يعني سواء انت عملت له عقد سنه ولا سنتين، ما هو بعد كده هو حر، ممكن تاخده تاني. زي بالظبط ما هو اللي بيحصل دلوقتي اهو، ما هو في لعيبه بتطلع وبتسيبها ببلاش وبترجع تشتريها بفلوس كتير. طب ليه؟ خلينا نتوقف مع هذا التقرير مع الكابتن شمس ومع مشاهدينا. الاهلي بيمثل لك ايه؟ We'll be right back.
أنا الأهلاوي عشان الأهلي أحسن فريق في مصر وفريق عظيم زي ما بيقولوا طبعا، فريق كبير وإدارته ممتازة. وبعدين أحلى حاجة في الأهلي بقى عجباني بصراحة إن هو ما عندوش غالي، هتمشي ملتزم على راسي من فوق، مش هتمشي مع السلامة. أزمة النادي الأهلي من الجمهور ومن الإدارة، ولازم نكون حلو ويشجع ونلعب إن شاء الله. إدارته من أيام صلاح سليم أحسن نادي، ملتزمين، بطولات، أحسن جمهور. الزمالك والأهلي الفرق حاجة واحدة، اللي بيلعب في النادي الأهلي بيلعب بروح الفانلة الصراحة، دي الحاجة اللي أنا شايفها. ده روح الفانلة الحمراء، وعشان ده أفضل نادي أكيد طبعا في القارة كلها. الإدارة بتاعته إدارة قوية، وجمهوره برضه جمهور يعني مش قليل، نسبة كبيرة جدا، أغلبية الجمهور المصري أهلي. ده حاجة جوانا مش ليه أهلاوي، هي كده طبيعتنا. بس هو دي حاجة موجودة جوانا، إحنا أهلاوية معروفة، دم كل حاجة أهلاوي، إحنا بنتعلم مبادئ النادي الأهلي. هي دي الحاجة اللي إحنا الخطوات اللي إحنا بنمشي عليها. النادي الأهلي كإدارة فريق فعلا فريق محترم، النادي الأهلي بيقدر يدير اللعيبة بتاعته كويس، بيقدر يطلع أحسن ما في اللعيب. وده ينقصنا يعني، ده عندنا في نادي الزمالك ده احنا حاجه بالفعل، احنا ناقصنا حاجه زي كده. احنا لو قدرنا نطلع احسن ما في اللعيب بجد احنا هنبقى احسن فرقه في افريقيا. الاهلاويه عشان دي اجدع حاجه في الدنيا يعني، الاهلاويين دي الناس جدعه جدا وانا بعشقهم اخر حاجه يعني. انا حبيته لما لقيتهم اخواتي بيحبوه، فانا بقيت اشجعه قوي يعني، بقيت اتفرج معاهم كمان على المباريات يعني. عظمه الاهلي من جمهور ودارة ولاعبين، كل اللي بيجي النادي الأهلي بيتفانى مع النادي الأهلي. فريق بعشقه عشق، النادي الأهلي مختلف في حاجات كتيرة، في الإدارة، في الجمهور، في حب الناس للفلنة، الانتماء، كل ده. في السعودية عندنا يعني ما فيش ماتش الأهلي أو الزمالك أو حاجة كده يعني بيكون فيها الأهلي لا بتلاقي الشارع كلها مسكر. أنا طلعت لقيت والدي أهلاوي ووالدتي أهلاوية وعيلتنا كلها أهلاوية، فعشان كده طلعت أهلاوي. يعني هو الجمهور مع اللاعبين مع الإدارة كله بيكمل بعضه، فهي دي ميزة النادي الأهلي إنه كله بيجي مكمل بعضه. أهلاوي ربنا خلقني كده، طلعت من صغري بشجع الأهلي زي ما الشارع الناس بتشجع الزمالك. أنا الشارع طول صغري عندي كده أهو، أو عندي 5 سنين ولا 6 سنين بشجع الأهلي. دوافع كتيرة جدا ومختلفة كلها بتؤدي إلى حب النادي الأهلي وتشجيع النادي الأهلي والانتماء لهذا الكيان، والثقة من كل الشرائح المختلفة اللي سمعناها من كبار وصغار، رجال وسيدات، شباب وفتيات، الكل بيتكلم عن حبهم للنادي الأهلي لأسباب كثيرة ومختلفة، وكل واحد له وجهة نظر ومنطقه، وفي النهاية الكل على ثقة في قدرات هذا الكيان الكبير وسعيد بالانتماء له وبدعمه وتشجيعه. كابتن شمس حامد، هنتكلم عن رؤيتك في كلمة أخيرة، الكل مدرك في كلمة أخيرة عن هذه المباراة قبل ما نتكلم عن تجربتك مع نادي المنزلة. كابتن الخطيب إن شاء الله يعود بالسلامة لممارسة نشاطه وعمله ومهامه، وبإذن الله نتمنى له طبعا أن يتم ربنا سبحانه وتعالى نعمته بالشفاء الكامل عليه ويعود من رحلته العلاجية بعد خضوعه لهذه الجراحة. قبل خضوعه للجراحة كان شارك مع زملائنا في الاستوديو التحليلي في قناة الأهلي واتكلم وقال عن أهمية المرحلة اللي جاية، وأنه كان في ملاحظات حتى دون النظر إذا كنا فزنا أو خسرنا اللقب الأفريقي، وقال حتى في حالة الفوز كان عندنا أوجه قصور احنا شايفينها ولا بد من الوقوف عليها وتغييرها، وقال معلومات مهمة قوي، يتكلم عن سياسات في الفترة الجاية تمثلت في عنوان رئيسي هو إعادة بناء فريق الكرة في النادي. هذا الانطباع تم نقله للجميع والكل مدرك لحجم التحدي. الكابتن يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل الكوادر، تحب توجه رسالة محتواها إيه للاعبين اللي هيشاركوا بكرة وللجهاز الفني واللاعبين عن هذه المرحلة بشكل عام؟ أول حاجة استأذنك في حاجة، طبعا بتمنياتي الشفاء العاجل والدعاء من كل قلبي للكابتن محمود الخطيب والعودة بسلامة وبأسرع وقت للأرض الوطن وأرض الحبيبة مصر. عايز برضو أكد على كلام الكابتن محمود وأكمله، أن بناء الفريق لازم محتاج حد يبنيه، لازم نبني من يبني، دي مهمة جدا. اختيار الرجالة اللي هتبني الفريق هو ده مهم جدا.
انا من وجهه نظري ان لجنه الكوره لازم تكون على قدر عالي جدا 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 من الكفاءه والرؤيه. حضرتك بتتكلم عن رؤيه تشكيل لجنه الكوره في الفتره الجايه. بالظبط، تشكيل لجنه الكوره لازم تكون على كفاءه عاليه جدا وعلى درايه جدا وعلى رؤيه عاليه جدا، ولازم يكون عندها فيجن، لازم يكون عندها رؤيه لمرحله النادي الاهلي السابقه وعشان يبنوا عليها المستقبليه. يعني انا عايز اقول كلمه صغيره بسيطه جدا، ان فاتسيا ده كان من احسن المدربين اللي دربوا النادي الاهلي وهجوم مصر، وغيروا طريقه الكره باتسيا وغيروا طريقه الكره في مصر، واخد بالك؟ ما كانش مقتنع بالكابتن اسامه عربي، والكابتن اسامه عربي ده احسن لعيب عندنا في الفرقه واكتر لعيب لعب الدوري وبتاع مش عارف ايه. اداره النادي الاهلي بالكابتن صالح والكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب كان بطل سنه بطل، قالوا خلاص يا سيدي بلاش من اسامه، خليه يتمرن ومالكش دعوه بيه، لكن اسامه مش هنسيب. هنا رؤيه الاداره بقى ان عندهم استراتيجيه ان اللعيب ده مهم، قيمه للنادي وعارفين حتى لو الجهاز الفني مش عاوز. وبعد كده مستر فاتسي غير رايه في اسامه وبقى اسامه الاساسي ولعب كل المباريات. فانا عايز اقول ان لجنه الكوره لازم تعرف ان النادي الاهلي قيمه كبيره جدا وعنده شخصيه، عنده برسونالتي. يعني شخصيه النادي الاهلي تتمثل في انك تعرف تجيب لعيبه تمشي الشخصيه دي. احنا قيمتنا في النادي الاهلي زي التيك تاك تاك بس بتاعه برشلونه، هي مش كوره زي بتاعه البرازيل، لكن هي كوره جميله جدا بتلعب الوان تاتش والسريعه وقوه وبتلعب على بطوله غير اللعب البرازيلي. دي شخصيه النادي الاهلي. زي النادي الزمالك ليه شخصيه غيرنا خالص، باللعب الجمالي ولعب شكل الاسماعيلي بشكل البرازيل، كل نادي كان ليه شخصيه. احنا عايزين نحافظ على شخصيتنا، احنا شخصيه النادي الاهلي. يعني هنا حضرتك بتقول انك شايف انه لابد ان يكون هناك دور لكبار المتخصصين في كره القدم في النادي الاهلي حاليا، سواء كنا بنتكلم عن ان اللجنه منعقده او لسه هيتم تشكيلها او في مرحله انتقاليه ما بين عمل اللجنه سابقا وتشكيلها القادم. انا اصلي بستخدم مصطلح لجنه الكره ده حتى في حاله عدم وجود اللجنه حتى الان، لاني بعتبر ان وجود الكابتن الخطيب هو اللجنة. استكمال واستمرار لا طبعا، يعني استمرار لفكره القيادات اللي كانت نجوم كره كبار جدا، كابتن صالح رحمه الله، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، في رئاسه النادي وهو ما هو في عالم كره القدم، بعتبر ان هو ومن يثق في استشارته وتكوين وجهه نظر فنيه دول بيمثل لجنه كوره، حتى لو كانت معلنه بقوام رسمي لجنه الكوره او لسه بصدد التشكيل. فالكوادر دي حضرتك شايف ان لابد ان تكون دائما ابدا في عمليه مراجعه وتنسيق كامل ورؤية بعيدة المدى فنية عن فريق كرة مع الجهاز الفني اللي بيتولى المهمة. تمام. ولازم ما تبقاش صلاحياته لا متناهية الجهاز الفني. بالظبط كده. ولازم يكون فاهم ان ده النادي الاهلي، يعني لازم يحس بقيمة النادي الاهلي ويشوف النادي الاهلي كان عامل ازاي ورا علشان يبني النادي الاهلي لقدام. ولازم يكون ناس عندها رؤية مستقبلية، يعني مش قديمة. ناس عندها الجديد دايما. يعني واخد بال حضرتك؟ فدي مهمة جدا، دي قبل ما تبني ان الفرقة لازم تبني اللي هيبني الفرقة. لازم اللعيب اللي هنجيبه ما يلعبش في النادي الاهلي، يلعب في النادي الاهلي عشان يلعب في الدوري العام. لازم يكون عنده طموح انه يسيبني ويروح يحترف بره. لازم يلعب في النادي الاهلي، هيلعب في الدوري العام المحلي وهيلعب افريقيا، لعب اعلى مستوى منه واللعب العربي اعلى، واخد بالك؟ فلازم اللعيب يجي عشان خاطر المرحله دي، مش عشان خاطر النادي الاهلي هيلعب في الدوري وبس. ده اللعيب ان شاء الله تكون مرحله ايجابيه وتكون انطلاقه كبيره للفريق، تبدا غدا ان شاء الله في الاداء وفي النتائج، وينعكس جهد الجميع، توجيهات المسؤولين في النادي مع الجهاز الفني الحالي اللي بيقوم بالمهمه بشكل مؤقت بقياده الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد كمدير لكره القدم في النادي الاهلي، وينعكس ده على اداء اللاعبين في الملعب وعلى النتائج ان شاء الله في مؤجلات او في المباريات اللي هتبدا في الدوري، سواء مباريات الاسابيع الحاليه او المؤجلات اللي هياخدها الفريق بفارق زمني ضيق جدا ان شاء الله. كابتن شمس، عندنا ارقام بتقول ان تجربتك مع نادي المنزله شبيهه ومماثله في الارقام لتجربه الكابتن عماد النحاس مع نادي المقاولين، يا ريت تكلمنا عن تجربتك، مشكلات دوري القسم الثالث، وكيف ترى التجربه حتى الان. هو ببساطه شديده وسريع جدا كده، ان انا كنت قررت ان انا اريح بعد ما مسكت فرقه ميت الخولي وصعدتها الحمد لله السنه اللي فاتت، فكنت ناوي اريح السنه دي، فالجامعه اتصلوا بيا في المنزله ورحت المنزله. كانوا للاسف كانوا لاعبين 7 ماتشات منهم ماتش كاس، ولاعبين 6 مرات في الدوري جايبين 4 بونت، وكانوا يتزايلوا الجدول، فكانت العمليه صعبه يعني، لكن برضو بتربيه النادي الاهلي انك تتحمل على مسؤوليتك، تتحمل مسؤوليه وناس يستنجدوا بيك، ما كانش ينفع انك شايف انها فيها نسبه مخاطره يعني جدا مغامرة. جدا يعني فرقه اخر فرقه في الجدول وبتضحي باسمك بقى، انت هتعمل ايه يعني. الحمد لله ربنا كرمنا، وبرضو بشكر الجهاز اللي قبلي لان هو الجهاز اللي كان صاحب انجاز الصعود، صاعدين لسه السنه دي يعني، فهم برضو بتغيير اللعيبه وتغيير شكل اللعيبه وتغيير شكل الجدول والدوري برضو دي خلتهم في النهايه في الدليجيت. ربنا كرمنا برضو، لعبنا 4 ماتشات كسبنا 3 وتعادلنا 1، والحمد لله بقينا من الاخر، بقينا الخامس بيننا وبين الرابع نقطه واحده بس.
طبعا بشكر كتير ناس كتير جدا على رجال اعمال ساعدوا، لان النادي دخله ضعيف جدا، ففي رجال اعمال كتير جدا اتدخلوا زي مثلا الحاج احمد الحديدي، وكمان الناس الاهالي بتوع منزلة عملوا لجنة لغاية لما كان في مشكلة في مجلس الإدارة، وكان الرئيس دكتور محمد رحمه كان زعلان شوية، فكان الفترة اللي فاتت دي هي اللي كانت مشكلة، فالناس عملت لجنة وكانوا بيلموا من بعض علشان يدوا مكافآت اللعيبة ويدوا مرتبات اللعيبة عشان يوفروا موارد عشان يوفروا الموارد. فأنا بشكرهم طبعا، أحمد فيشر والحاج عبده، في ناس كتيرة جدا يعني، وباسل ابن أحمد الحاج أحمد الحديدي برضو من ضمن الناس اللي عملت معنا شغل مع انه صغير يعني. طبعا جه الحاج الدكتور محمد رحمه مسك النادي، رجع تاني بعد ما زال الخلاف، الراجل قعد معايا وشاف، قال لي طلباتك في المرحله اللي جايه، طبعا الراجل نفذ لي كل اللي طلبته منه في جدول معين في زمن جدول زمني معين، والحمد لله احنا تحت قيادته دلوقتي واموره ماشيه معانا تمام، ومسخر كل الامكانيات علشان ربنا يكرمنا. وانا بعد ثالث ماتش قلت لهم ان انا ان شاء الله مش هم كانوا متفقين معايا ان هم يقعدوا السنه دي، قلت لهم لا ان شاء الله انتوا في المربع الذهبي ان شاء الله. مشكلات العمل نقطة في دوري القسم الثالث، ايه المشاكل اللي نفسها تتغير؟ كلها الملاعب. بقول لاتحاد الكوره انت عندك فلوس كتير، شوف الملاعب. احنا عندنا ملعب في المنزله لا يصلح لاستعمال الادمي، مع احترامي اللي بتوع المنزله ما يزعلوش مني يعني، رجال اعمال كتير لكن للاسف الملعب مش واخدين بالهم منه. ايه تاني؟ الملاعب. مشكلة التجهيزات يعني، البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بكرة القدم. ايه تاني؟ المجالس الادارات لما تيجي تبقى جاية مجالس ادارات عندها رؤية وعن تقدر تشتغل، مش مجالس جاية علشان هم دول اللي موجودين في الجمعية العمومية. طبعا ما بقولش الكلام ده على الدكتور محمد رحمة، عنده رؤية ودكتور ورئيس نادي محترم يعني جدا. هنا بتتكلم عن ثقافة الاختيار. بالظبط، ثقافة الاختيار طبعا، لان دي مهمة جدا. وبعدين ان يختار المؤهل مش اللي عرفه اكتر. بالظبط، مش الشخص. نيجي بعد كده الحاجة التالتة، الاستثمار او الدخل او زي ما بيسموها كده التمويل. ازاي نادي المنزلة بكيانه ده كله دخله، على فكرة نادي المنزلة ده بيقع على 7-8 فدادين، دخله 10,000 في الشهر. دخل النادي 10,000 في الشهر، وانفاقه تقريبا 50,000. طيب عنده عجز شهريا يعني في السنه 480، ما يقرب من نص مليون جنيه عجز سنويا. بالظبط كده. طبعا بيتحملها رجال الاعمال زي ما قلت لحضرتك قبل كده، محبين للنادي ومشجعين النادي، والحاج سعيد السعد، ويعني ناس محترمه جدا جدا، مش عايز انسى اسماء، واحمد السري، ناس كتير جدا يعني بيدفعوا فلوس بالامانه يعني، حبا في النادي، حبا في النادي بس بيتبرعوا. تخيل مثلا بيجيبوا لك 40,000 في الشهر لغايه لما جرى، لكن ده مش الحل الدائم يعني، مستحيل. دي فتره مؤقته قائمه على تبرعات من محبي النادي. فحضرتك بتقول ان في حاجه ماليا لازم تدار بشكل مختلف في الأندية دي. تمام، دي ثلاث حاجات. ايه الموارد اللي ممكن لو تم استثمارها في دوري قسم الثالث بالشكل الصحيح تدر ارباح على الأندية؟ يعني مصدر مواردهم ممكن يبقى ايه يا كابتن؟ اولا عندهم سور جميل جدا ممكن يتعمل محلات. تاني حاجة عندهم قاعات مش معمولة كويس. عندهم مساحات للملاعب المفروض تتعمل وتتأجر، وعندهم قاعة ما فيش، عندهم قاعتين مش ما فيش فيهم واحدة بتاعة قاعة افراح معمولة. طب كل اللي يمنع التمويل، وزي ما قلت لحضرتك برضو ان المجلس بيجي متكتف يعني، عايز يلعب كوره روتين وقواعد بالظبط، وعايز يعمل كوره وعايز ولا هينظف ولا ولا هيدير، بتبقى حاجات كتيره جدا. بس خلينا نتفق على حاجه، ده كلام مهم جدا، بس حضرتك عارف انه كمان كل قاعده لها استثناءات. أكيد. اللي بيروح مكان والقواعد تسمح له او محتاجه شويه مطالبه من المسؤولين نفسهم بيبدا يجتهد ويسعى ويعمل اتصالات بالمسؤولين، طالما عنده القاعات يعني. عنده المكان اللي يقدر يبدا ياخد تراخيص ويستغله. طبعا فكره الاعلانات على اسوار الانديه دي قصص لها علاقه بالدوله والمحليه. يعني قصص لها موافقات ولها تراخيص، فدي ممكن تبقى عقبه، لان يعني ما اعتقدش ان حد يقدر يعمل ده من غير موافقه الدوله. يعني ياخدوا بس ياخدوا المبادره يعني كده. هنا لو خدوا المبادرات دي واستغلوها بشكل امثل، ممكن مستوى اللعبه والانفاق عليها في دوري القسم الثالث يزيد. عندهم لعيبه كويسه. انا عندي ثلاث لعيب، انا عندي لعيبه عاليه جدا يعني، لكن هم احنا كان سن التنظيم بس. انا عندي ثلاثة لعيبه يعني، انا ارشحهم للنادي الاهلي. انا عندي ولد اسمه احمد ضيف، عندي ولد اسمه ابو طالب،
عندي حسان محمد، دول لعيبة صغيرين. أنا بديك أسماء اللعيبة الصغيرة، اللعيبة الصغيرة عالية جدا، ممكن يعني يعني أنا دايما سنهم كام التلات لعيبة؟ 97 مواليد 97 يعني لسه مش لسه لهم في النادي الاهلي. ده اللعيب ده لو من اربع خمس سنين بيتمرن في نادي زي النادي الاهلي ممكن يبقى احسن من اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي. دلوقتي من اربع خمس سنين ده يعني عنده فرصه لو النادي الاهلي شافه طبعا يقدر يضافه يقدر باضافه الفريق. طبعا يعني طيب انا اتمنى انك تعمل شوفه. حلقه الوصل دي من يعني فرصه ان حد من المسؤولين عن الملف ده في النادي الاهلي يشوف اللاعب ده. حاولت اعمل ماتش ودي في المرحله، احنا كان عندنا 3 اسابيع راحه ما عرفتش اعمل ماتش ودي لا مع النادي الاهلي ولا مع النادي الزمالك. نتمنى التجربة توفق إن وإن شاء الله طبعا كابن من أبناء النادي الأهلي ومن المحبين والنجوم السابقين في النادي الأهلي كابتن شمس بالتأكيد هتكون حريص جدا على إتاحة الفرصة للاعب نفسه إنها أفاق مختلفة خالص بالنسبة له الانتقال للنادي الأهلي وتكون إضافة للنادي الأهلي إن شاء الله. لو كان لاعب مميز ممكن يضيف لقدرات الفريق، بنتمنى أنك تقوم بالدور ده وتكون حلقة الوصل مع المسؤولين في النادي إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق في تجربتك وإن شاء الله الأمور تسير للأفضل ويبدأ العمل على علاج السلبيات اللي بتعاني منها أو المعوقات اللي بتواجه فرق دوري القسم الثالث ومنها فريق المنزلة وتكون موفق في تجربتك إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة وأسعدتنا بوجودك معنا على قناة. أنا بشكرك جدا وأتمنى ما كنتش كنت ضيف ثقيل على جمهور النادي الأهلي ومحبين. أسعدتنا بوجودك معنا كابتن شمس. شكرا محمد. مشاهدينا بشكر حضراتكم على متابعة هذا الحوار، نهاية هذه الفقرة وهذا الحوار مع الكابتن شمس حامد لاعب النادي الأهلي السابق. بعد الفاصل وبعد متابعة التقرير التالي هنلتقي مع الزميل العزيز عمر ربيع ياسين وفقرته الخاصة والمتميزة ومتابعته للرياضة وملاعب كرة القدم العالمية. خلونا نتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير وجماهير الأهلي بتختار أفضل هدف. أبو الدهب ضربة حرة غير مباشرة وعالية هدف أحمد أبو تريكة في الصفاقسي، يعني كان هو الهدف الوحيد اللي أنا أقول لك هو ده الهدف المؤثر اللي أنا شايفه، إن ده كان تقريبا حلم مصريين كلهم، كان حلم بيضيع فبالتالي هو حققه وبالتالي كان فرحة كبيرة لينا، فحاجة ما تنسيش طبعا. ومحمد أبو تريكة يعني لعيب عظيم في تاريخ الكرة المصرية سواء أندية أو في مستوى العالم العربي كلهم بيحبوه، والهدف ده عمره ما يتنسيله. بالنسبه لي هدف ابو تريكه في اورلاندو الجنوب افريقي اللي جابه هناك في جنوب افريقيا من الفاول، كانت اجواء جميله جدا لانه كان هدف زاويه بعيده جدا عن الحارس فكانت صعبه جدا. بالنسبه لي الهدف ده من احسن اهداف ابو تريكه ومن احسن اهداف النادي الاهلي، وخصوصا انه كان هدف ساهم في بطوله. كان طبعا ما حدش كان مصدق بعد الهدف اللي جابه عماد متعب في سيو سبورت الكونفدراليه اول مره فريق مصر ياخدها كان هو النادي الاهلي. هدف خالد بيبو في اليوم ده جاب 4 اهداف في الزمالك يوم ماتش 6-1، فانا كنت سعيد جدا بالمباراه دي وكان ماتش غير عادي. هو الهدف اللي حطه الخطيب في كوتوكو في سنه 83 كان هدف روعه الحقيقه. احلى هدف هم في هدفين، هدف الكابتن احمد متعب بعد الدقيقه 90 تمام في المباراه اللي كان ماسكها مدرب جريدو تمام في الكونفدراليه البطوله اللي احنا خدنا فيها البطوله هنا، والهدف الثاني للكابتن محمد ابو تريكه اللي خدناه من صفاقسي هناك في رادس.